ليك معانا النهارده يعني ايد الشرطه واجواء جميله جدا في الشرطه. كلمنا عن احنا في الهيئه العامه لاصول الثقافه، ويعني بما ان انا رئيس الاداره المركزيه للشؤون الفنيه فانا منوط بان انا اعمل احتفاليات القوميه بتاعت البلد، واعتقد مفيش احتفاليه هتكون مهمه زي 25 يناير عيد الشرطه المصريه. النهارده بنشتغل الحمد لله رب العالمين بمجهودنا الذاتي بفرقنا، سواء الفرق الفنون الشعبية الراقصة يعني أو الفرق الكورال بتاعنا برضو، والألحان والكلمات كلها خارجة من عندنا، الفيلم إنتاج إدارة السينما عندنا، والفقرة اللي جاية اللي هتشوفوها إن شاء الله بتاعت الفرقة المصرية دي فرقتنا. فإحنا قادرين إن إحنا نتواصل مع الجمهور بما إن يعني الثقافة الجماهيرية هو الاسم الاشهر لهيئه اصول الثقافه، ان احنا اسمنا الثقافه الجماهيريه واحنا جزء من المجتمع، ولابد ان احنا نكون مواكبين لكل الاحتفاليات. يعني عندنا ان شاء الله الاحتفاليه القادمه احتفاليه اجازه نص سنه، عندنا اجازه احتفاليه عيد الام، احتفاليه الاسراء والمعراج، يعني كل احتفال هتلاقينا موجودين. وخلي بالك ده المكان رقم 17، يعني احنا حاليا في 17 موقع في 27 محافظة بيقام في احتفالية عيد الشرطة، وامبارح كان في 3 مواقع وبكرة هيكملوا ال 27 محافظة. فاحنا شغالين من أسوان لإسكندرية وسعداء بده، ويا رب نكون قادرين نقدم رسالتنا يعني.